ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي حكم فعدل وخلق فقدر. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ربنا ورب آباؤنا الأولين. وأشهد أن لا سأتكلم مع حضراتكم في عجالة عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله خلق الخلق واصطفى منهم الأنبياء، وخلق الأنبياء واصطفى منهم الرسل، وخلق الرسل واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله خلق الملائكة واصطفى منهم جبريل، وخلق الشهور واصطفى شهر رمضان، وخلق الأيام واصطفى يوم الجمعة. أحبتي، إن الله زكى النبي صلى الله عليه وسلم تزكية ما زكاها لأحد من البشر، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرى. زكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرا. زكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه كله فقال: إنك لعلى خلق عظيم. فصلوا عليه وسلموا تسليما. بالأمس كلنا سمعنا أن رئيس فرنسا تطاول على النبي ورسم النبي بأبشع الصور وبأبشع الرسومات. كيف يرزى النبي ونحن أمة المليار ونصف؟ يبلغ تعداد المسلمين في العالم 24% من سكان العالم. قديما عندما كنا عظماء فتحنا الشام والعراق، فتحنا الهند والسند. عندما كنا عظماء رفض ملك كسرى أن يدفع الجزية لخالد بن الوليد، فأرسل إليه رسالة: خالد بن الوليد، أسلم تسلم يا ابن الكافرة، أسلم تسلم، وإلا جئتك برجال أولهم عندك وآخرهم عندي. فأرسل ملك كسرى إلى ملك الصين رسالة يطلب المدد، فقال له ملك الصين: ادفع الجزية فلا قوة لنا برجال، لو أرادوا خلع الجبال من مكانها لخلعوها. عندما كنا عظماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. من علامات الإيمان أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين. فهلا حققنا الإيمان؟ الآن أمة المليار ونصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يسب ويهان ويرسم بأبشع رسومات. لا أطالب منكم القتال، بل أطالب منكم قراءة المنتجات الفرنسية. لا أطالب منكم إلا مقاطعة المنتجات الفرنسية حتى يسقط الاقتصاد لديهم. هذه القضية ليست سياسية يا سادة، لا تخافوا، هذه القضية عقدية.
قضية عقيدة. عندما يسمى الرسول هذه القضية قضية عقيدة.